السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا فيه على جوج ديال الاشياء ولا جوج ديال الحوايج اللي عرفاتها بلادنا في الاونه الاخيره. ومن بين هاد الحوايج كاينه واحد الحاجه اللي ضرات الاخوان ديالنا في الجاره الشرقيه، ما عرفناها واش حسد ولا واش غيره. المهم علينا في هذا الفيديو غادي نتكلموا على المشاريع اللي كدير حاليا في مدينه اكادير، وخاصه التليفيريك ديال اكادير، وكيفاش الدوله باغا ترجع من هذه المدينه مدينه سياحيه مغربيه كبرى. غادي نتعرفوا على فين وصل هذا المشروع، وغادي نتعرفوا ايضا على شحال القيمه باش طلع هذا المشروع ديال التليفيريك اكادير، وغادي نعرفوا ايضا شحال يعني المغاربه ولا السياح الاجانب اللي غادي يجي يزوروا مدينه اكادير شحال خاصهم يخلصوا باش يمكن لهم يستعملوا هذا التليفيريك. وغادي نتعرفوا ايضا علاش تختار المغرب باش يدار فيه الاشهار ديال كاس العالم قطر 2022، شنو هما الاسباب وشنو هما النجوم اللي حضروا في هذا الاشهار. وقبل ما نكملوا الفيديو ديالنا ونطرقوا للتفاصيل اللي غادي ندويو عليها في المواضيع ديال اليوم، بغيت نبارطاجي معكم واحد التطبيق للاسم ديالو بيكسالاب. هذا التطبيق راه غتظهر لكم ليكون ديالو على الشاشه، هو تطبيق مجاني يمكن لك تانستالي على الهاتف ديالك وكتيليشارجي يعني فابور سواء من البلاي ستور ولا من الاب ستور. وشنو هو الدور ديال هذا التطبيق؟ هو كيعاونك ولا كيساعدك ولا كيصمم لك لوغوات احترافيه بالخط العربي، مثلا اللوغو ديال الجزيره ولا اللوغو ديال العربيه. والعمل راه فيه راه سهل، يعني راه سهل باش تصايب اي لوغو بغيتيه. ودابا ندوزو للديتاي من مورا هذا الفاصل. من بعد مراكش، طنجة، تطوان، فاس، الرباط، كازا، جا الدور الآن على مدينة أكادير. أكادير واللي كتواجد بجنوب المغرب هي مدينة سياحية بامتياز، كانت عرفات زلزال في الستينات والبنايات كاملة اللي فيها حاليا بنايات جديدة، يعني كل شيء تبنى وتشيد من مورا 1960. كاينين بزاف ديال المدن ولا ديال الجامعات اللي كتحيط بالمدينه ديال اكادير، وداك الشيء علاش كتخلي السياح يجيو يزوروها باستمرار وكل عام. وهنا كنذكروا تيزنيت، انزكان، تغازوت، وكتعرف العديد من الشواطئ اللي دايرين بها، وسيرتو البحر ديال تغازوت اللي هو معروف عالميا. اكادير في الاونه الاخيره عرفت واحد النهضه غير مسبقه، ولينا كنلاحظوا بزاف ديال المشاريع اللي حاليا الان كاينه في اكادير انطلاقا من تغازوت باي. ومن بين هذه المشاريع السياحيه كنذكروا جوج ديال لي مويان دو ترونسبور اللي غادي نضافوا في مدينه سوس، تيليفيريك اكادير وامل ترامباس. بالاضافه لهذا الشيء كاين المشروع السياحي سوس كامب والمنتجع الترفيهي دانيالاند، واللي غادي يدار فيه اكبر اكوا بارك في افريقيا بالوسائل الحديثه. وهاد الحوايج بثلاثه اللي ذكرنا فهي راه كتكمل بعضياتها، وهذا الشيء اللي غادي يخلي مدينه اكادير في المدى القريب من المدن العالميه السياحيه الكبرى. وغيكون التليفيريك كيتكون من جوج ديال الخطوط، الخط الاول اللي غادي يجمع ما بين القنطره ديال تيلدي وهي اللي بقات صامده يعني من الزلزال ديال 1960 وما كانتش رابت داك الوقت، وما بين اكادير وفلا. والخط الثاني غادي يكون كيجمع ما بين اكادير وفلا والمنتجع الترفيهي دانيالاند. الخط الاول فيه تقريبا 1683 متر وكيتكون من 32 عربه، وكل عربه يعني كل مقطوره فيها 10 ديال الكراسه، وكاينين 4 ديال العربات اللي هما في اي بي. وما بقاش بزاف باش هذا المشروع هذا يتم الانطلاقه ديالو الرسميه، هما الان دابا كيجربوا فيه وما بقاش غير ايام قليله باش الناس يعني المواطنين ولا السياح يمكن لهم يستافدوا من هذه وسيله النقل. الشركه اللي دارت هذا المشروع هذا وهي الشركه السويسريه النمساويه دوبيلماير، وهي الشركه الاولى عالميا في هذا المجال. وهذه الشركه عندها تقريبا 80 عام في هذا المجال، وكانت صايبات اكثر من 1500 مشروع على الصعيد العالمي، واكبر تيليفيريك كاين في العالم هو اللي كاين في هونغ كونغ، والطول ديالو كيوصل حتى ل 9 كيلومترات. وكيف ما البلاد ديالنا المغرب هي السباقه والرائده اونيفو ديال لافريك في العديد ديال المجالات، حنا اللي عندنا اكبر ميناء في افريقيا، حنا اول وحدين درنا تي جي في، حنا اللي عندنا اكبر مسرح في افريقيا. داكشي علاش المغرب اول بلاد في افريقيا اللي كدير تيليفيريك. تيليفيريك اكادير غيكون كيتوفر على احدث التقنيات، وهنا كندويو على تقنيه دي لاين، وهي اللي كتخلي هذوك العربات كيمشيو بهدوء تام وكتوفر واحد الراحه كبيره للركاب اللي غادي يستعملوه. القيمه الاجماليه ولا الفلوس اللي تخسرات على هذا البروجي تقريبا وصلت حتى ل 115 مليون ديال الدرهم. وتحت من التليفيريك غيكون واحد المساره ولا واحد الطريق اللي الطول ديالها 1683 متر، يعني قد الشطر الاول ديال التليفيريك من القنطره ديال تيلدي حتى اكادير وفلا. وهاد المسار ولا هاد الطريق غتكون خصيصا للراجلين، الناس اللي باغيين يتمشاو وباغيين يديروا شويه ديال السبور، وبيان سور غيكونوا كراسة بالنسبه للناس اللي عياو ولا بغاو يستراحوا، وغتكون ممنوعه على الناس اللي عندهم دراجات ناريه ولا مثلا البيكالات.
وباش الناس يقدروا يتمنظروا اكثر الا كانوا راكبين على التليفيريك غادي تكون مساحه خضراء اللي غادي توصل تقريبا المساحه ديالها حتى ل 100 هكتار. كاملين شفنا فيديوهات في الاسبوع اللي فات على المواقع ديال التواصل الاجتماعي فيسبوك في الانستغرام في تيك توك ديال نجوم الكره العالميه رونالدينيو بوغبا ميسي ديال واحد الاشهار اللي تصور في مدينه مراكش واختارت المغرب ولا مدينه مراكش كقبلة باش يتصور فيها الاشهار اللي غيكون دعايه ديال كاس العالم قطر 2022. الاشهار اللي دارتو الشركه العالميه ديال المشروبات الغازيه بيبسي، هما ديجا كاينين غير جوج، كاين بيبسي وكوكاكولا، وكيف ما كتعرفوا بيبسي وسبق ليها دارت اشهارات في كاس العالم وكاملين كتذكروا الاشهار ديال كاس العالم 2010 بحيث شاركوا فيه بزاف ديال اللعابه من المستوى العالمي. واستعنات شركه بيبسي في هذا الاشهار بالنجم العالمي البرازيلي رونالدينيو وبعض الكومبراس اللي شبيهين بميسي وبوغبا، وتصور هذا الاشهار بحي القصبة حدا الجامع ديال مولاي اليزيد. وكنظن الاسباب الرئيسيه اللي خلات شركه بيبسي العالميه تصور هذا الاشهار في المغرب وسيرتو في مدينه مراكش لحقاش المدينه الحمراء كتعتبر من المدن السياحيه العالميه، ونقدروا نقولوا ما محتل البني اللي كاين في مراكش يقدر يكون كشبه ولا عنده المثيل ديالو في قطر. زياده على ذلك كنعرفوا بان بزاف ديال اللعابه العالميين ديال كره القدم كيجي كيدوزوا العطل ديالهم الصيفيه في مدينه مراكش. وحاجه واحده اخرى نقدروا نقولوا حتى الموقع الجغرافي ديال المغرب بحكم القرب ديالو من الاتحاد الاوروبي وسيرجو من الدول اللي فيها كبار نجوم كره القدم في العالم بحال اسبانيون البرتغال الطاليان الانجليز هولندا بلجيكا، داكشي علاش خلات الشركه ديال بيبسي تصور الاشهار ديالها في المغرب. وهادشي اللي خلى بعض الاخوان ديالنا الصحفيين في الجاره الشرقيه يحسدونا ويغيروا منا علاش تختار المغرب وما تختارش البلاد ديالو. الا كتعرف اسباب اخرين اللي خلات الشركه ديال بيبسي باش تختار المغرب ولا تختار مراكش باش دير فيه الاشهار اللي غيكون دعايه لكاس العالم قطر 2022 ما تنساش تشاركها معنا في التعليقات. الا عجبك الموضوع ديال اليوم ما تنساش تشارك في القناه وتفعل زر الجرس باش يوصلك كاع الفيديوهات اللي كنبارطاجيو، وما تنساش بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك والعائله. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. وقبل ما نكملوا الفيديو ديالنا ونطرقوا للتفاصيل ديال المواضيع يدير فيها صوره وتكتب يعني عاود وندوزوا للتفاصيل ديال المواضيع اللي غادي عاود كنذكروا جوج ديال وسائل النقل اللي غادي عاود.